مرحبا بكم على صفحة ترسانة. يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع tarsanati.net. Automatic translation. للترجمة الآلية. Pour une traduction automatique. بيرتا una traducción automática. فيديو を自動的に翻訳するには. Автоматический перевод видео. 自動翻译视频. Um das Video automatisch zu übersetzen. في مقابلة تلفزيونية تم بثها على قناة المنار يوم 8/2022، أشار المذيع إلى التهديدات الأمريكية ضد إيران، واستفسر عن تقييم السيد حسن لاحتمال مبادرة واشنطن إلى هجوم على إيران. كان رد السيد حسن نصر الله على السؤال كالتالي: هذا أمر لا مستبعد في ظل الإدارة الحالية. هذا الاحتمال كان واردا، ويمكن البعض يعطيه نسبة معينة عالية في زمن إدارة ترامب. هلا بالتعبير العامي ترامب وطنطنته وهدد بالحرب وأخذ الأمور إلى حافة الحرب ولم يذهب إلى الحرب. هذه الإدارة من المستبعد جدا أن تذهب إلى الحرب. الحديث عن الحرب دائما هو للتهويل وللتهديد وللضغط على إيران. أما أن أمريكا قادرة أن تذهب إلى حرب، هذه بالنهاية إيران ليست دولة عادية، هذه دولة إقليمية قوية حاضرة لها حضور كبير في المنطقة، وأي حرب مع إيران في ذلك الحين أنا قلت وقال آخرون هذا سيؤدي إلى تفجير المنطقة بالكامل، وهذا ليس مصلحة أمريكا على الإطلاق. أضف إلى ذلك أن أولويات الإدارة الحالية هي ليست الحرب مع إيران، يعني هي أولويتها لعل محاولة التفاهم مع إيران في الموضوع الاتفاق النووي، أولويتها في مكان آخر، يعني الصين روسيا، هذا ما يعلن ما يقوله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الخارجية، البنتاغون، المسؤولون الآخرون في أمريكا. فواضح الأولوية الآن ليست أولوية حرب على إيران. خيارهم إن لم يعني إذا صار في اتفاق نووي معناتها الأمور رايحة على انفراجات معينة، إذا ما صار في اتفاق خيارهم المزيد استمرار العقوبات، المزيد من العقوبات، تحريض الضغوط والرهان على الداخل الإيراني كما كان في زمن ترامب. يعني استطرد مذيع قناة العالم بسؤاله أنه هناك أيضا تهديدات إسرائيلية بضرب المنشآت النووية، حيث يقول الجنرالات الإسرائيليون إنهم أعدوا الخطط ونحن جاهزون لضرب إيران. فهل يرى السيد حسن بأنه مقابل امتناع الولايات المتحدة عن خوض الحرب يمكن للكيان الإسرائيلي أن يقوم بذلك؟ أنا أميل أكثر إلى فرضية أن ما يقوله الإسرائيلي هو تهويل. تعرف عند الإسرائيليين في انقسام حقيقي، يعني بين في المستوى السياسي وأيضا في المستوى الأمني والعسكري. ما أعرفه أنا من خلال متابعتي أن أغلب المستوى الأمني والعسكري هو يخالف القيام بضربة عسكرية من هذا النوع في إيران لسببين. السبب الأول يقول هذه الضربة لن تكون مجدية، لأنه ما تفترضونه من مفاعل نووي أو مصانع نووية أو هي ليست موجودة في مكان واحد، هي موزعة. والأهم من الوجود المادي هو الوجود العلمي، يعني هناك آلاف العلماء الإيرانيين المتخصصين، وبالتالي أنت حتقدر تقتل آلاف من خلال القصف الجوي. حتى العمليات الأمنية هي لم تستطع أن توقف تطور البرنامج النووي السلمي الإيراني. فإذا من جهة هم يقولون هذا لا جدوى منه، بل بالعكس هذا قد يسرع البرنامج النووي الإيراني بما يخشونه، وإن كان هم لا يريدون أن يصدقوا، يعني لا هن ولا الأمريكان، أو يأخذون ذلك كذريعة، لأن سماحة الإمام الخامنئي أعلم بمناسبات كثيرة، يعني والمسؤولين تبعا له أعلنوا أنه ليس في نية إيران، وإيران ليست في وارد صنع سلاح نووي أو الاستخدام العسكري النووي. على كل،
والسبب الثاني هو حجم رد الفعل الإيراني. إيران لا تمزح. وتابع الصحفي قائلا إن المسؤولون الصهاينة يتحدثون عن تحالف عسكري اليوم، بمعنى إنه يريدون إقامة تحالف عسكري مع الدول المطبعة كالبحرين والإمارات وربما السعودية، ويتحدثون عن إمكانية أن يكون هذا التحالف في مواجهة إيران، والحديث أصبح جديا في عملية إقامة هذا التحالف والمناورات التي تجري بهذه الحالة. فهل ترون التهديد الإسرائيلي سيبقى تهديدا فقط؟ أهو الحلفاء ما بينفعوا شيء. هلا بس إذا وصلنا على التطبيع بنحكي إن شاء الله. والحلفاء بدهم يدافع عنهم. يعني هالدول لما بتطبع مع الكيان الإسرائيلي ممكن هذا التطبيع ينفع إسرائيل، لأن إسرائيل ما في مشكلة، بينفع إسرائيل ممكن ماليا، أن والله استثمارات بعض دول الخليج بفلسطين المحتلة، يعني منفعة اقتصادية من خلال العلاقات الاقتصادية، يمكن ينفعهم إعلاميا، ينفعهم سياسيا، كسر الحواجز النفسية، ينفعهم بالجيوش الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن عسكريا هؤلاء لا يمكن أن يقدموا نفعا لإسرائيل، بل سيتحولوا إلى عبء على إسرائيل. يعني لا، مثلا شوف النموذج الأخير في التطور الأخير الذي حصل بين أنصار الله والإمارات العربية المتحدة، بمعزل عن الظروف، هذا صار بحث لحاله. الغريب أنه مثلا دولة الإمارات منذ تأسيسها إلى اليوم، لأن هي دولة حديثة، يعني منذ تأسيسها إلى اليوم اشترت بعشرات مليارات الدولارات صواريخ وطائرات وأسلحة وتكنولوجيا عسكرية وإلى آخره، وأمام أول مواجهة مباشرة مع أنصار الله على الصراخ في دولة الإمارات، وصاروا بدهم الأمريكان يجوا يبعثوا سفن وصواريخ وطائرات ليحموا دولة الإمارات، صاروا بدهم بريطانيا تجي لتحمي، صار بدهم فرنسا تجي لتحمي، وطلبوا أيضا المساعدة الإسرائيلية. إذا دولة الإمارات في مقابل أنصار الله وفي مواجهة أولى لجأت إلى القوى العظمى في العالم وإلى إسرائيل من أجل أن تساعد في حمايتها، ماذا يمكن أن تقدم دولة الإمارات مثلا أو دولة البحرين مثلا على المستوى العسكري الإسرائيلي في منطقة الخليج أو في غير منطقة الخليج؟ هم يبنون آمال من رمال وفي أحسن الأحوال من زجاج. ثم أجاب سيد المقاومة عن السؤال: هل ستكون حربا واسعة بمشاركة محور المقاومة؟ وماذا عن وحدة محور المقاومة؟ وإيران بصوت سماحة القائد والمسؤولين هم قالوا إيران سترد. يعني البعض يتصور أنه إذا إسرائيل قصفت إيران الجمهورية الإسلامية ستعتمد على أصدقائها في المنطقة. الجمهورية الإسلامية إذا قصفت من قبل الإسرائيليين هي سترد بالمباشر، وردها سيكون قاسيا وعنيفا وشديدا، وهذا ما يعرفه الإسرائيليون جيدا. ولذلك الأغلبية في الإطار في المستوى العسكري والأمني هم يخالفون يعني الذهاب إلى عمل عسكري من هذا النوع. وعلى كل حال أنا أستبعد قيام العدو الإسرائيلي بشيء من هذا، وإذا أقدم عليه ستكون حماقة لها تداعيات خطيرة. من الواضح بأنه سيكون رد عنيف من الجمهورية الإسلامية في إيران، على ضوء الرد العنيف والقاسي من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران بدك تشوف شو التداعيات وشو التطورات. وفي تلك اللحظة محور المقاومة أيضا هو حاضر ويقرر في بما يتناسب مع الظروف في ذلك. إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد. يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبإرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين.